مهم. خلونا نروح لموضوع تاني وموضوع مهم جدا، خطوات الكشف في مبادرة علاج ضعف السمع للأطفال وإدراج المسح السمعي في شهادات الميلاد الجديدة. جديدة دي ومهم إن الواحد يحاول يفهمها. دكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. انا بقى عايز افهم واحده واحده بعد اذن حضرتك مساله ادراج المسح السمعي في شهاده الميلاد. اولا يعني ايه مسح سمعي وليه هندرجه في الشهاده؟ حضرتك دي حاجه الحاجات اللي احنا كنا كلنا بنطالب بيها زمان، ان يبقى عندنا مسح سمعي للاطفال حديث الولاده، وذلك لان حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ان الاعاقه السمعيه رابع اعاقه من حيث الانتشار على مستوى العالم. فكان من هنا كانت فكره المسح السمعي للاطفال حديث الولاده. ان احنا ندرجها في شهاده الميلاد دي تدي صفه الالزاميه علشان تبقى اهميه هذه المبادره. ان مش معنى ان انا عندي طفل لابد ان انا اعمل له مسح سمعي في اول 28 يوم، ووجود شهاده خانه في شهاده الميلاد بتدي صفه للالزاميه. ودي حاجه مهمه جدا جدا. كويس جدا. طيب ده هيساعدني مثلا او هيساعد الطفل في سنين دراسته المختلفه، هل هيبقى هذا الكلام ملزم مثلا للمدارس بانها توفر للطفل وسيله للدراسه تبقى متوافقه مع امكانياته السمعيه؟ طبعا هذه اولا لوجود خانه في شهادات الميلاد بتدي صفه زي ما قلت لحضرتك الالزاميه، دي اول شيء. ثاني حاجه زي احنا دلوقتي التطعيمات هل تقدر ان تخش في اي حاجه من غير ما يكون عامل التطعيمات بتاعتها اللي موجوده على شهاده الميلاد؟ لازم يكون الطفل مطعم. طبعا حاجه مهمه جدا. ثاني حاجه ان احنا في اول 28 يوم هي الفتره اللي احنا ما بنقدرش نكتشف فيها ان الطفل المولود جديد هل ده فعلا عنده مشكله في السمع ولا لا. لكن وجود الكشف المبكر في اول اسبوع لي او ثاني اسبوع دي حاجه مهمه جدا. من هنا نقدر نحول الطفل ونكتشفه في البدايه خالص، ودي تبقى سواء كان عمليه او سواء كان حاجات دوائيه هياخدها، او لا قدر الله لو عنده ضعف سمع شديد في الناحيتين نقدر نلبسه معينه سمعيه، وفي الاخر على سن سنه نعمل له زراعه القوقعة. ودي طبعا في بدايه خالص دي بتدي فرص كويسه جدا 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 ان احنا نتفادى مشاكل ضعف السمع ومشاكل الاعاقه السمعيه. طيب انا عارف انه المبادره اسمها يعني مبادره رئيس الجمهوريه بالقطع للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديث الولاده، هل ده معناه ان المبادره بس لحديث الولاده؟ يعني ماذا لو اجرينا مسح سمعي لطفل عنده 4 سنين او 6 سنين او 7 سنين واكتشفنا ان عنده ضعف ما، مش هقول فقدان للحاسه بالكامل، هل هو كده يبقى بره المبادره ولا المبادره هتتعامل معاه؟ المبادره فقط للأطفال حديث الولادة. أوكي. في أول 28 أو الشهر الأولاني من الولادة. لأن هي الغرض منها إيه؟ إن إحنا نكشف على الموانئ كلها في الجمهورية اللي هم في حدود 2,500,000 أو 2,600,000 تقريباً. هي دي الغرض منها. لكن الطفل لأن دي الفترة الحساسة في عمر الطفل. بعد الفترة الأولانية يعني عند سن 6 شهور أو 7 شهور أو السن الأكبر شوية بيبقى لو في أي مشكلة في الطفل الأب والأم بياخدوا بالهم منها، بتتحول على طول على قسم السمعيات أو قسم أنف الأذن في المستشفيات أو الأماكن اللي موجود فيها الطفل، وبيقدر بسهولة إن احنا نكتشفه. لكن الفترة الأولانية هي أصعب فترة. بإذن الله خير. أشكرك جدا يا دكتور أحمد، كل الشكر ليك. دكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديث الولادة، أشجع جدا أن كل الناس تبقى حريصة على هذه المسألة.